فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ما يسمى بالهجرة العكسية وذلك من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار لأخذ علم من علوم الدنيا أو لاكتساب المال والعمل؟ هذه ما هي بهجرة، هذا السفر إلى بلاد المشركين لأجل تجارة، لأجل الدعوة إلى الله، لأجل عمل ثم يرجع، لأجل تعلم مهنة ثم يرجع، لا بأس بذلك. نعم، لا نسميه هجرة، سميه السفر إلى بلاد المشركين لغرض مباح أو شرعي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.